السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبكم الفيديو فسجلوا لنا إعجابا واشتراكا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وبارك الله فيكم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ولاية جيجل من منطقة الميلية بجانب مصنع بلارة. اليوم حبيت نقدم تحليل كافي ووافي من موقع أجنبي، يعني بين الأسباب الرئيسية اللي وصلت لها الهزيمة هذه اللي تكبدها فريق مانشستر سيتي. من هو المسؤول الأول؟ المسؤول الأول والأخير هو المدرب والفيلسوف البيب. هذا الفيلسوف ما حبش يدي هذه البطولة بصراحة العبارة. واش يقول الموقع؟ في كل مرة كانت الظروف تخونك، ربما حسب خاطئة مبررة، الحظ يخرج لسانه، قل كما شئت عما سلف. أما هذه المرة فتشيلسي كان بطلا، لأن توخيل استحق عن جدارة، ولأنك أخطأت خطأ يستحق العقاب يا بيب غوارديولا. هكذا بدأنا في موقع جول العالمي، تحليل نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يمكنك الاطلاع عليه. لينك هنا، لينك. وفي العام وفي رسالة نوجهها خصوصا للفيلسوف الذي يتفلسف دائما، لم يكن هناك مفر من إعادة الكلمات ذاتها مرة أخرى. لماذا كل هذا؟ علم استفهام. لماذا يا بيب؟ لأنك لم تتعلم من الدرس يا بيب، حيث كان غوارديولا وفيا أيضا، ولكن لعاداته التي تجعله يلجأ إلى تغييرات خططية في الأوقات الحاسمة، وخاصة في دوري أبطال أوروبا، رغم أنه سقط أكثر من مرة للسبب ذاته. قرر تكرار نفس الشيء ونفس الخطأ في النهائي الأهم له ربما في مسيرته التدريبية على الإطلاق. بسبب هذه الخطة، وبخصوص هذه الخطة، لم تكن كارثة فقط في اشتراك ستيرلينج الذي جلس بديلا طيلة المباريات الماضية في دوري الأبطال، ما شارك فيها حتى مباراة، الأمر الذي من شأنه أن يعطل فودين ومحرس ويحدث خللا وتدخلا في أدوار الثلاثي، بل كانت الكارثة أكبر من ذلك. لاحظوا يا جماعة، اليوم لعب غوارديولا بلا ارتكاز دفاعي في مقابلة ضد تشيلسي، فريق خطير جدا، تلعب بدون ارتكاز دفاعي، فتخلى عن فرناندينيو ورودري، ولجأ إلى غوندوغان ليكون في قلب الوسط في مغامرة أمام ثنائية كانتي وجورجينيو، وأمام توخيل هذا المدرب الخطير جدا والعبقري الذي يستطيع إدارة معارك الوسط جيدا. لا نقول كما قال الموقع سخرية القدر، بل هو القدر جاءت بالشكل الذي كان يجب أن تأتي به. غوارديولا يترك قلب وسط الملعب فارغا بلا لاعب ارتكاز، يوسع الملعب عرضيا أكثر من اللازم، تمنح فراغات في العمق ومساحات خلف الدفاع المتقدم يمكن أن تركض فيها الخيل بحرية، يمكن أن تركض فيها الخيل بحرية. نعم، فما النتيجة المنتظر؟ أحسنت كما قلت في سيركن للتو، العقاب والهدف كان يجب أن يأتي من خلال ذلك الخلل الذي كان يعرف غوارديولا أنه سيحدث حين يدخل بتلك الخطة واللعب بغوندوغان على الدائرة وحده. عد بالزمن معي أرجوك، تذكر ليلة الخروج أمام أولمبيك ليون وكيف أضع ستيرلينغ الكرة أمام الشباك الفارغة. ليلتها كانت هناك تعاطف، كان هناك تعاطف كبير معك وشماتة في جانب آخر، كونك منحت النجم الإنجليزي فرصة أكثر من اللازم. المهم أن الآراء تداخلت قبلها أمام توتنهام
في 2019 البعض بكى معك حين سقطت على الأرض لامست علينا السماء بعد هدف ستيرلينغ لتمنحك تقنية الفيديو طعنا انعكست على ملامحك التي تحددت في صمت عميق حزين وبائس ولا يحتاج إلى أي تفسير. مع ذلك كانت هناك شماتة أيضا أو بالأحرى انتقادا على إراحة دي بروين وبرناردو سيلفا في الذهاب، وفي نفس الوقت من يقول أن أغويرو أهدر ركلة الجزاء لا يمكن أن يلاب عليها المدرب. قبل ذلك كانت تحكيم ليفربول قبلها سيناريو موناكو في الموسم الأول لم يكن فيه غوارديولا قد أمسك بالفريق الذي يريده. بعد في كل مرة كانت هناك أشياء خارجة عن إرادتك بقدر ما ارتكبت من أخطاء، ولكن اليوم لا يا بيب لا يا بيب لا شيء من الأساس كما قالت الجريدة. اليوم خطأ تكتيكي لا هي كلمة بسيطة للغاية، هي ليست كلمة بسيطة للغاية. ما حدث كان انتحارا انتحارا جنونيا بعينه، انتحار لم يقم به بيب في مباراة ودية ولا في دوري حسمه إكلينيكيا منذ أشهر وفتحت فيه مساحة التجارب على مصراعيها، ولكن في المباراة الأهم دائما ما يغلبك التفكير المبالغ فيه. لماذا ألم تتعلم من الماضي يا غوارديولا؟ آسف يا بيب، التاريخ يذكر النتائج فقط، ستظل العبارة حمقاء كما تراها تماما وراها معك، ولكن في هذه الحالة لا يمكن أن تذكر التاريخ شيئا آخر، لا يمكن أن يتذكر التاريخ شيئا آخر. نظرا لأن ما ارتكبته الليلة كان بنفس الوصف الذي تصف به الجملة المذكورة، أو كان عبقري أكثر من اللازم في عالم حقيقي وليس أفلاطوني كما تنظر إليه. قبل ميداليتك الفضية وذهب إلى النوم، قبل ميداليتك الفضية واذهب إلى النوم، وحين تستيقظ وتتذكر سيناريو الأمس لا تلومن إلا نفسك، فلا يجد غيره يستحق اللوم. هذه هي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لا تنسونا إخوة الكرام باللايك، لايك يا جماعة، تعبنا كثيرا بسبيل استحضار وترجمة هذا المقال، وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.